بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع حلول اختبارات الحقل المغناطيسي في هذا الاختبار الثاني، وهو اختبار قصير جدا، لأن ممكن يكون محتوى التمرين يكون كما قلت لكم في الأول يكون طويل وعليه 12 نقطة، 8 نقاط، 6، ممكن يكون يعني يجي في الفرض ولا في الاختبار ويكون تمرين صغير ويكون عليه 3 نقاط، 2.5، 4 حسب الشعبة. كما التمرين تاعنا هذا في الاختبار هذا هو تمرين بسيط سهل جدا، وأنا بالنسبة لي كنا نحطه في السجي نعطيه 3 نقاط تكفيه. ها هو أمامكم نص التمرين. قال لك نضع محور إبرة ومغناطة في النقطة آم كما في الشكل. لدينا شكلين، لاحظ عندنا مغناطيس، حيث يوجد المغناطيس واحد على نفس المسافة من النقطة آم، يعني في كلتا الشكلين. مثل المغناطيس 2 والمحور مثل عفوا المغناطيس الثاني والمحور دالتا ودالتا فتحة، لاحظ دالتا ودالتا فتحة هما متعامدان، صح. لاحظ الإبرة المغناطيسية في الشكل الأول، ها هو الشمال نور سيد، ولاحظ الإبرة المغناطيسية في شكلها الثاني، ها هو الشمال وها هو الجنوب. لكن بالنسبة لي في كلتا الشكلين المغناطيس الأول والثاني مناش عارفين وراه القطب الشمالي وراه القطب الجنوبي. إذن واش قالك؟ أولا قالك لاحظ توجه الإبرة الممغناطة، يعني على حسب توجه الإبرة الممغناطة في الشكلين، وحدد القطب الشمالي والجنوبي بالنسبة لكل مغناطيس. لاحظوا ونحدوا القطب الشمالي والجنوبي بالنسبة لكل مغناطيس. وفي السؤال الثاني قال لك مثل شعاع المجال المغناطيسي المحدث من طرف كل مغناطيس في آم، يعني إذا مثلنا بي واحد باثنين ثاني مثلوا بي. ثم الشعاع الذي تتوجه الإبرة الممغناطة وفقه، صح. كيف صراحة نعمله هنا في كلتا الشكلين؟ انتبه معي، نأتي ونمثل الأشياء. لاحظ حسب الإبرة المغناطيسية، إذن بي واحد، ها هو بي واحد، هكذا يكفي، ها هو بي واحد، ويعني باش يجو كيف من الأحسن باش يتلاقاو في الخط هذا باش نطيحو الرسم يكون يعني كيف عفوا هكذا عفوا وهو باثنان هكذا، يعني هما كيف برك الرسم ماوش رسم ديكالي شوية ما تخرج اكزاكت، مي بالتقريب يعني راني قريب جبتها هكذا هكذا. هذا هو يعني في السؤال الاول برك قالوا لنا حدوا في المغناطيس وراه الشمال وراه الجنوب، يعني باش نحدوا لازم نرسموا كما هذا بي واحد شعاع بي واحد وهذا شعاع بي اثنان هكذا، بي واحد وبي اثنان. إذن بي واحد لاحظ الاتجاه تاعو، إذن هذا هو الشمال بالنسبة للمغناطيس، هذا هو الشمال، واللي بالأزرق هو الجنوب هكذا. هنا لاحظ الشعاع وراه متوجه، إذن هذا هو الجنوب هكذا وهذا هو الشمال. تمرين سهل جدا، لكن يقدر واحد ما يعرفش يوضر لك 3 نقاط بكل سهولة بكل بساطة تروح لك 3 نقاط. نرجع للشكل الثاني كذلك، لاحظ حسب توجه الإبرة الممغناطة ها هو بواحد
وها هو باثنان هكذا حسب توجه الإبرة. هما في الحقيقة طاولة شعاعين متساوية، لأن قلت لكم الرسم فيه شوية الإبرة ماهيش بالضبط متوجهة، يعني كرسمتها ما رسمتهاش بالضبط سوا سوا، هذا ما كان الإبرة كرسمتها، لأن طاولات يكونوا نفس الشيء، أي هذا بواحد وهذا باثنان هكذا. إذا مادام راهو بواحد لاحظ الاتجاه تاعو وين، إذا هذا هو الشمال، هذا هو الشمال، والجنوب ها هو الجنوب هكذا. وهنا كيف كيف هذا هو الجنوب وهنا الشمال هكذا الشمال. إذا نكتب عليهم هنا نور سيد، وهنا مديرين النور، ها هو السيد، ها هو لهنا السيد، وها هو النور، وها هو النور، وها هو السيد. وكاين انتم ما كاين اوراق اجابه، لانك ما تستعملش اللون الاحمر ما عدا المصحح، يقول لك مثل الشمال باللون الاسود ولا تلونه باللون الاسود. هذه السؤال الثاني، واش قال لك؟ قال لك مثل شعاع المجال المغناطيسي المحدث من طرف كل مغناطيس في ام، ثم الشعاع التي تتوجه الابره الممغناطه وفقه. يعني لاحظ هو نفسه شعاع المجال المغناطيسي المحدث من طرف كل مغناطيس، ورانا مثلناه، لانك ما تقدرش ان مثلناه بمدينة وراهم الاقطاب، رانا مثلناهم. اما الشعاع الذي تتوجه الابره المغناطيسيه وفقه، هو الشعاع، واش من شعاع؟ وشعاع بي، وهو شعاع سهل جدا جدا، ها هو الشعاع، يعني ينطلق منا حتى لهنا، ها هو وين الشعاع، ها هو. وانا نفس الشيء، ها هو الشعاع هكذا. اذا هذا الشعاع بي، وهذا كذلك بالنسبه للشكل هذا هو الشعاع بي. يعني لاحظ نوعيه التمارين هذو، يقدر يعطيك رسم ويقول لك مثل وين راه القطب الجنوبي من الشمالي، ويعطيك ما عدا الابره المغلطه القطب الشمالي الجنوبي، ومن بعد يقول لك مثل الاشعه، ها يعني، ويمكن يكون على ثلاث نقاط كاين هذا وما يعرفش كيف يمثلو، ورسم سهل جدا جدا. لاحظ معي سهل، وتدي ثلاث نقاط تاعك وتجي رايح. أعزائي الطلبة، إلى أن ألقاكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.